منتصف ليل القاهرة، أهلا بكم ونشرة الأخبار من عاصمة الخبر. نبدأها مع أبرز العناوين. تأجيل التصويت على انتخاب رئيس مجلس النواب رغم إعلان مكارثي حصوله على الأصوات اللازمة. الولايات المتحدة تعلن تقديم 3,700,000,000 دولار إضافية لدعم أوكرانيا والدول المتضررة من الأزمة. الرئيس التونسي يؤكد ضرورة توفير الظروف الملائمة لتنظيم الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية. من العناوين إلى التفاصيل، والبداية بملف الكونغرس الأمريكي. أعلن مجلس النواب الأمريكي تأجيل التصويت على انتخاب رئيس له حتى الساعة 10 بالتوقيت المحلي، وذلك بعد تصريحات زعيم الأغلبية الجمهورية كيفن ماكارثي عن حصوله على الأصوات اللازمة لانتخابه رئيسا للمجلس. وكان المجلس فشل لليوم الثالث على التوالي وعلى مدار 13 جلسة في انتخاب خلف للديمقراطية نانسي بيلوسي، وخسر المرشح الجمهوري كيفن ماكارثي التصويت خلال تلك الجلسات حيث لم يحصل على الأصوات اللازمة لخلافة بيلوسي بعدما أخفق في الحصول على 218 صوتا ليتولى رئاسة المجلس. يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن عامه الثالث داخل البيت الأبيض وسط تحديات عصفت بإدارته وحزبه داخل الولايات المتحدة وخارجها. ويكافح بايدن للبرهنة على أن الخطوات التي اتخذتها إدارته طوال العامين الماضيين تجاه تلك الأزمات الصعبة هي أفضل المتاح. عام ثان يمضي من عمر الولاية الأولى للرئيس الأمريكي جو بايدن، حفل بما يصعب حصره من تحديات لإدارته وحزبه داخل الولايات المتحدة وخارجها. فبين حرب في أوروبا فرضت على سيد البيت الأبيض الانخراط فيها بقوة، وتضخم يضغط بشدة على الأمريكيين. يكافح بايدن للبرهنة على أن خطوات إدارته في أزمة عويصة تلو الأخرى هي أفضل المتاح. جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية لتمثل أكبر اختبار لقدرة الولايات المتحدة على استعادة زمام المبادرة في الدبلوماسية الدولية مرة أخرى، حيث لعبت الدور الأبرز عالمياً في دعم أوكرانيا على الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية بمساعدات تجاوزت 68 مليار دولار، كما حثت شركائها الدوليين على تقديم المزيد من المساعدات لها، مثل رد الفعل الأمريكي على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية تحولاً لافتاً في السياسة الخارجية الأمريكية خلال عام 2022. واتحد كل من الجمهوريين والديمقراطيين خلف الرئيس الأمريكي جو بايدن في مسعات لتقديم الدعم السياسي والعسكري لأوكرانيا في موقف كتب نهاية التوجه نحو العزلة التي اتسمت به فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. على المستوى الاقتصادي جاءت الأخبار مشجعة لبايدن، إذ حدث تباطؤ في مؤشر أسعار المستهلكين واستمر نمو الوظائف قويا، ما قلل المخاوف من الركود المتوقع بسبب إجراءات التضييق النقدي القوية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. وتوقع مسؤول الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وأسعار الفائدة في عام 2023، لكنهم ما زالوا يتوقعون أن يستمر الاقتصاد الأمريكي في النمو وإن كان بوتيرة بطيئة تبلغ 0.5%،
وأن يتصارع مرة أخرى في 2024. من الممكن أن تكون النجاحات الأخيرة لبايدن الذي بلغ عامه 80 عززت قناعته في البقاء 4 سنوات إضافية داخل البيت الأبيض بعد سلسلة من الإخفاقات شهدها النصف الأول من ولايته الرئاسية، تمثلت في ذروة جائحة كورونا واشتداد حدتها والانسحاب الكامل من أفغانستان والتضخم الاقتصادي الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عاماً، فضلاً عن تداعيات محاولات سلفه دونالد ترامب قلب النظام الديمقراطي الأمريكي. أحيا أعضاء مجلس النواب الأمريكي الذكرى الثانية لاقتحام مبنى الكونغرس. وقال زعيم الديمقراطيين حكيم جيفرز إن نواب المجلس اجتمعوا لتكريم ذكرى ضباط الشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء للديمقراطية. Today, members of the House of Representatives, in a bipartisan way. نقف اليوم للاعتراف رسميا بالهجوم العنيف على مبنى الكابيتول الذي وقع قبل 2 عامين، وتنضم إلينا عائلات العديد من ضباط الشرطة الأبطال الذين قدموا أرواحهم لحماية الكونغرس والدستور والبلاد. نجتمع هنا لتكريم ذكراهم ونعترف بامتنان عميق بالشجاعة الهائلة لمئات الضباط الذين دافعوا عنا في قلعة الديمقراطية في ذلك اليوم المشؤوم. إلى ذلك، قدمت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي الشكر لعائلات الضباط الذين شاركوا في حماية مبنى الكونغرس قبل 2 عامين. وخلال كلمة لها في وقفة من أمام الكونغرس بمناسبة الذكرى الثانية لاقتحامه من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، قالت بيلوسي إن الهجوم على الكونغرس ترك أثره السيئ في نفوس الأمريكيين حتى اليوم. The January 6th insurrection. لقد هز هجوم 6 يناير الولايات المتحدة حتى النخاع. بالنسبة إلى الكثيرين في الكونغرس وفي جميع أنحاء بلدنا، لا تزال النضوب الجسدية والنفسية والعاطفية خامدة. ومع ذلك، من الرعب الذي لا يوصف، نشأت بطولة غير عادية. واجه أبطال إنفاذ القانون المتمردين لحماية الكابيتول والكونغرس ودستورنا. يتواصل أكبر تحقيق في تاريخ وزارة العدل الأمريكية بعد 2 عامين من إقدام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مهاجمة مبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن. ويواجه أكثر من 930 شخصا اتهامات بارتكاب جرائم فيدرالية تتعلق بأحداث 6 يناير 2021. 6 يناير عام 2021، يوم تبدلت فيه الأحداث واختلطت خلاله العديد من الأوراق السياسية في واشنطن، حين اقتحم أكثر من 2000 شخص من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مقر الكونغرس للاعتراض على فوز جو بايدن بالرئاسة. في صباح يوم وصفه الأمريكيون بالأسود في تاريخ الديمقراطية الأمريكية، ألقى ترامب على أنصاره خطابا ناريا ووبخ علنا نائبه آنذاك مايك بنس لعدم موافقته على خطته لرفض الأصوات التي انتخبت بايدن، تاركاً المجال للآلاف من أنصاره لاقتحام مبنى الكونغرس والاعتداء على أفراد الأمن والتهديد بشنق بنس. 5 أشخاص لقوا مصرعهم خلال الاقتحام، بينهم ضابط شرطة الكونغرس برايان سيكنيك الذي توفي متأثرا بجلطات متعددة بعد رشه بمادة كيماوية خلال تلك الأحداث، وأصيب أكثر من 140 من أفراد الشرطة، بينما لحقت بمبنى الكونغرس أضرار تقدر بملايين الدولارات. وقبل أيام من الذكرى الثانية لاقتحام الكونغرس، أصدرت لجنة التحقيق النيابية تقريرها النهائي بأكثر من 800 صفحة، متهمة خلاله ترامب بالتحريض على العنف في محاولة فاشلة للتمسك بالسلطة جاءت ضمن خطة متعددة الأجزاء لإلغاء الانتخابات الرئاسية. اللجنة المشكلة من 7 أعضاء ديمقراطيين وجمهوريين 2 اختتمت عملها في ديسمبر الماضي بتوصية جماعية تضمنت إطلاق ملاحقات جنائية بحق ترامب تشمل إحداها الدعوة إلى العصيان المدني.
لمزيد من القراءة وتحليل حول تصويت مجلس النواب الأمريكي لاختيار رئيس للمجلس نتحول الآن مباشرة إلى تامر حنفي. أهلا تامر. شكرا لك ياسر وشكرا لك إيمان وأهلا بكم مشاهدي الكرام من القاهرة إلى واشنطن. رامي جبر معنا من هناك. رامي، ما الذي دعا كيفن ماكارثي للإعلان عن حصوله على الأغلبية اللازمة لتولي هذا المنصب؟ مرحبا تامر. يبدو كيفن ماكارثي في تصريحاته الأخيرة واثقا جدا من الفوز وأنه قد يحسم حصوله على هذا المنصب، منصب رئيس مجلس النواب، الليلة، ربما في الجلسة التي ستعقد في 10 مساء بالتوقيت المحلي. لماذا كان واثقا؟ كان واثقا أنه بالأمس وفي الجولة 11 حقق فقط 200 صوت، ولكنه اليوم في الجولة 12 التي عقدت ظهر اليوم استطاع الحصول على 213 صوتا، ثم في الجولة 13 حصل على 214 صوتا، أي أنه بقيت له 4 أصوات فقط حتى يستطيع حسم هذا السباق. إذن اقترب كيفن ماكارثي كثيرا وحقق تقدما كبيرا بإقناع مزيد من الأعضاء الجمهوريين الرافضين للتصويت له، استطاع إقناعهم بالتصويت له، استطاع حتى الآن أن يزيد عدد أصواته ب14 صوتا. هناك عضوان خارج مدينة واشنطن اليوم وسيعودون بحلول المساء وسيحضران الجلسة المقررة في 10 مساء، وهذا سبب تأجيل أو تعليق الجلسات حتى 10 مساء حتى يتمكن هذين العضوان من الحضور، وهو من الأعضاء المؤيدين لكيفن ماكارثي. إذن هنا ضمن صوتين إضافيين، نتحدث تقريبا عن 216 صوتا متوقع له على الأقل في الجولة القادمة، الجولة 14. إذن يحتاج هنا فقط صوتين حتى يحقق الأغلبية البسيطة ب 218 صوتا. بالفعل اقترب كثيرا وحقق تقدما كبيرا في يوم واحد، وأعتقد لهذا بدت تصريحات كيفن ماكارثي أكثر ثقة وأكثر تفاؤلا، وربما بالفعل يتمكن من حسم هذا السباق الليلة. معنى ذلك أن هذا زاده من العزم، لأننا كنا نتحدث في بدايات هذه الجلسة عن طموحه الشخصي، الآن هذا الطموح ترجم إلى أرقام. بالفعل تامر، هذا الطموح ترجم إلى أرقام، وهذا الطموح أيضا أو هذه الأرقام نتجت عن اتفاق أو بمعنى أدق تعهد. لماذا صوت له أو لماذا غير 14 عضوا جمهوريا من الرافضين، غيروا رأيهم وصوتوا لكيفن ماكارثي؟ ما قيل في وسائل الإعلام الأمريكية إنه جلس معهم اليوم وتعهد لهم بتقليص الإنفاق الحكومي في السنة المالية 2024، السنة المقبلة، ليكون أقل من الإنفاق الحكومي في 2022، وهذا هو كان هدفا كبيرا لأولئك الجمهوريين المحافظين والذين طالما كانوا يبدون اعتراضهم على الإنفاق الحكومي ويرون أنه يكلف خزينة الدولة الكثير. فتعهد لهم كيفن ماكارثي أنه سيقاتل معهم من أجل تخفيض الإنفاق الحكومي في سنة 2024، وهو هدف جمهوري صرف، ودائما ما يكون الإنفاق الحكومي ما بين التقليص وما بين الزيادة، خلافا قديما جديدا ما بين الجمهوريين والديمقراطيين. فالجمهوريون بالعادة يرغبون في تقليص الإنفاق الحكومي حتى يكون لدى الدولة فوائد في أوقات الأزمات، بينما الديمقراطيون يتجهون عادة لزيادة الإنفاق الحكومي حتى يستطيعون الإنفاق على مسائل مثل أجور المتقاعدين والرعاية الصحية والبنية التحتية وما إلى ذلك، واختلاف في وجهات النظر في إدارة الموارد المالية للبلاد. ولكن دعني أقول لك إن موازنة 2023 كانت $1,750,000,000,000، وهي موازنة ربما تكون الأضخم في التاريخ الأمريكي للإنفاق الحكومي، ولكن ربما لا نرى هذه الموازنة مرة أخرى في عام 2024 مع هذا التعهد الذي قطعه كيفن ماكارثي على نفسه للجمهوريين أو للجناح الجمهوري المحافظ حتى يقلص الموازنة، وبناء على ذلك قاموا بالتصويت له ليكون رئيسا لمجلس النواب الأمريكي، وهو أيضا ينتظر منه
خلال هذه الساعات المتبقية للجلسة القادمة تقريبا 5 ساعات، ينتظر منه أن يعقد المزيد من الصفقات وربما يقدم المزيد من التنازلات لأعضاء آخرين. هو حتى الآن وبالحسابات البسيطة هو يحتاج إلى 2 فقط من الأصوات الجمهورية المحافظة حتى يستطيع تأمين الأغلبية ب218 صوتا. رامي، النواب 20 سابق الذكر ألا يعملوا تحت لائحة مطالب واحدة؟ بالفعل لديهم لائحة مطالب موحدة. إذا كان ذلك رامي، لماذا لم يوافقوا بالجملة على ما قدمه من تنازلات إن صح التعبير؟ نعم، هم بالفعل يعملون بلائحة مطالب موحدة، ولكن في النهاية لكل منهم مصالحه ولكل منهم وجهة نظر. هم يتفقون في أمور ولكنهم ربما يختلفون في التفاصيل، ويختلفون أيضا في درجة التشدد تجاه كيفن ماكارثي. كنت تحدثنا من قبل عن أنهم 20 نائب، 10 يتفاوضون و10 حتى يرفضون التفاوض ويرفضون الحديث مع ماكارثي. إذن هناك اختلافات وفروق فردية ما بين هؤلاء النواب، لذلك لن تجدهم دائما على قلب رجل واحد. ربما يختلفون بعض الشيء، ولكنهم ربما لديهم مطالب عامة موحدة، ولكنهم يختلفون أحيانا في تفاصيل هذه المطالب، وربما يختلفون في تفضيل مطلب على مطلب، وربما يقدمون مطالب على مطالب أخرى. هناك فروق فردية، في النهاية هم أفراد ويتحركون كأفراد. أي نعم، تحركوا وتمكنوا ونجحوا على مدار 3 أيام في التحرك كوحدة واحدة وإفشال محاولات ماكارثي للحصول على منصب رئيس مجلس النواب بالتصويت لمنافسيه، ولكن يبدو أنه نجح في إقناعهم بمسألة الموازنة، لأن مسألة تقليل الموازنة الحكومية أو تقليل الإنفاق الحكومي مطلب جمهوري قديم جدا، وأعتقد أنه مكسب لهذه الفئة أو لهذا الجناح من الجمهوريين، وأنه عرض لم يتمكنوا من رفضه ولذلك وافقوا على العرض. حتى الآن وافق 14 منهم وبقي 6، يحتاج فقط منهم كيفن ماكارثي إلى 2. أعتقد أن مهمته باتت أسهل كثيرا عما كان الأمر في السابق عندما كان يحصل فقط على 200 صوت. من واشنطن رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا لك رامي على ما تقدمه دائما. سنبقى مشاهدي الكرام في واشنطن، معنا من هناك الدكتور حسن منيمنة المحلل والباحث السياسي في معهد الشرق الأوسط في واشنطن. دكتور، هل ترى أن هذا الخلط، هذا الجدل الحاصل داخل أروقة مجلس النواب الأمريكي سيؤثر على تماسك المجلس فيما خطط وأعلن بشأنه تجاه الديمقراطيين مستقبلا؟ لا شك، لا بل أن التأثير، تأثير هذه حقيقة العملية الاستعراضية التي شاهدناها سوف يكون عميقا. أولا، لم يتمكن كيفن ماكارثي حتى عندما يفوز، إذا فاز بمنصب رئاسة المجلس، من أن يكون الرئيس القوي كما كانت مثلا نانسي بيلوسي، لأنه مقيد، لأنه منهك، لأن هناك جناح يهدد بشكل دائم بأنه سوف يتحداه. بل إحدى التنازلات التي أقدم عليها هي أن يسمح لمن يتحداه بأن يكون نائبا واحدا وليس مجموعة نواب كي يطرحون سحب الثقة منه كرئيس. لم أفهم هذه النقطة، هل لك أن توضحها؟ نعم، اليوم الإجراءات المتبعة في مجلس النواب هي بأنه في حال أراد عدد من الجمهوريين أو الكتلة الكبرى في المجلس، أي الكتلة التي لديها رئاسة المجلس، لو كانوا قد أرادوا أن يسحبوا الثقة من رئيس المجلس بأن يكون رئيسا للمجلس، كان لابد من عدد معين، عدد أكثر من 1-5 وفي حقيقة الأمر، ولكن بأشكال مختلفة قد يكون العدد حتى مختلفا. ولكن إحدى المطالب التي كانت لدى هذا الفريق المتشدد هي أن يسمح لهم بطرح مشروع قانون للتصويت من طرف نائب واحد. أي اليوم أي واحد من هؤلاء 20 في حال قرر بأنه لا يرضى بما أقدم عليه كيفن ماكارثي كرئيس المجلس يطرح مشروع قانون عدم ثقة. الأرجح بأنه لن ينجح، لأنه ولكن هذا التهديد المستمر
التهديد للصورة وبالتالي التهديد للنفوذ والتهديد للبرود، هو ما اضطر أن يقبل به كيفن ماكارثي لاستمالة عدد من هؤلاء العشرين. إذا نحن أمام رئاسة للمجلس لن تكون رئاسة قوية كما كانت رئاسة نانسي فيلوسي، على الأقل إذا ما قرنت بالماضي، ولكن أفق المستقبل غير واضح. واقع الأمر بأن أي وعد يقدم عليه كيفن ماكارثي مرهون بقدرة ماكارثي على تجاوزه، أي أنه لو توقع كيفن ماكارثي بأنه في الانتخابات النيابية المقبلة سوف تكون الأكثرية الجمهورية أكثر مما هي عليه اليوم، هي الأكثرية الهزيلة التي أدت إلى هذا التحدي، لأن 20 نائب من أصل 220 حقيقة ليسوا لا يستطيعون أن يتحدوا إلا لأنهم هؤلاء العشرين لا غنى عنهم بالتصويت له. إذا هو في حال توقع مع نهاية العامين بأن الانتخابات المقبلة سوف تأتي بأصوات أكثر، سوف تأتي بمقاعد أكثر للجمهوريين، من شأنها ألا يلتزم. معنى ذلك أن الحزب الجمهوري قد يلجأ إلى حيلة تحدث ضجيج على الأقل يماثل ما حدث الآن في هذه العملية التصويتية؟ لا 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 لا، المسألة ليست مسألة حزب جمهوري. علينا أن نتذكر هنا بأن مفهوم الحزب في الولايات المتحدة هو ربما كمفهوم الجبهة السياسية في سائر الدول، أي أن الحزب هو الإطار الذي من خلاله يصل النائب إلى مجلس النواب، ولكنه غير ملزم فعليا بالالتزام بالحزب، غير ملزم بأي شيء، يمكن حتى أن يتحول من حزب إلى آخر. المسألة هنا بأن هؤلاء العشرين البعض منهم معاد لكيفن ماكارثي شخصيا والبعض منهم مختلف مع كيفن ماكارثي مبدئيا، المختلفين مع كيفن ماكارثي مبدئيا وهم أقلية ضمن الكتلة الجمهورية وضمن المجلس النيابي، كانوا ارتأوا بأن هذه هي الفرصة لإظهار المواقف التي يريدون إظهارها، أي التشديد على ضرورة خفض الإنفاق، التشديد على ضرورة ربما وضع حد للمرات التي يمكن للنائب أن يشغل فيها منصبا نيابيا إلى ما هنالك من المسائل. هم ارتأوا ذلك لأنها أكثرية هزيلة، ولأن رئيس المجلس أو الذي يمكن أن يصبح رئيس المجلس بحاجة إلى أصوات الجميع، أي أنهم كأقلية داخل الكتلة الجمهورية ليسوا غير ذي شأن كما كانوا ليكونوا لو أن هذه الكتلة الجمهورية كانت أكبر مما هي عليه، أي أنه لو فاز الجمهوريون فوزا قاطعا في الانتخابات النيابية لكانوا قد تمكنوا من إهمال هؤلاء العشرين، ولكن هؤلاء العشرين اليوم لهم الفرصة بأن يعبروا عن هذه الآراء، البعض منهم لأغراض مبدئية، وهم الذين استمالهم كيفن ماكارثي من خلال التعهد بأنه سوف يجاري هذه الأفكار المبدئية، ولكن أقول حتى هذا التعهد هو تعهد حقيقة يبقى ضعيفا، لأنه لا خلاف بين الجمهوريين، الجمهوريون متفقون بشكل عام على ضرورة خفض الإنفاق، الاختلاف بين الجمهوريين هو ما إذا كان خفض الإنفاق هو الخطوة الصائبة في وقت معين، أي هل ندفع بخفض الإنفاق إلى درجة تعطيل عمل المؤسسات الحكومية؟ هذا ما يراه هؤلاء المتشددون، لأنهم يعتبرون بأن خفض الإنفاق أولوية مطلقة، بينما معظم الجمهوريين يقولون نحن مع خفض الإنفاق، ولكننا قد نضطر في بعض المواقف إلى مجاراة الديمقراطيين بالمحافظة على مستوى إنفاق معين. نعم دكتور، أنت أوضحت الأمر بجلاء تام، ولكن كان حديثي ليس عن التكتيك الداخلي داخل هذه المجموعات المتفرقة في هذه الفترة الآنية، ولكن التحرك الاستراتيجي كحزب جمهوري مستقبلا أمام ما يحدث من شكل أو محاولات إضعافه أمام الرأي العام الأمريكي في مرحلة أن تخطوا مرحلة اختيار رئيس مجلس النواب، كيف سيتعاملوا؟ هنا علينا مجددا أن نشدد بأن المسؤولية في نهاية المطاف هي مسؤولية جمهورية. الذي أضعف الحزب الجمهوري من خلال حقيقة عدم تحقيق المد الجمهوري الذي كان مرتقبا، كان مرتقب كما هو العادة في الانتخابات النصية أن يفوز الحزب الذي هو في المعارضة أن يفوز بالمجلسين، مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وأن يفوز كذلك بمعظم الحاكميات. لماذا لم يتمكن الحزب الجمهوري من ذلك هذه المرة؟ لأن الرئيس دونالد ترامب قد تطفل على العملية الانتخابية وقرر أن يرفع هذا ويضع هذا ويحاول أن يجعل نفسه أن يظهر نفسه وكأنه قادر على التأثير الكامل، وبالفعل لديه التأثير على القاعدة الشعبية للجمهوريين، ولكن هذا التأثير قد أدى إلى
عدم فوز الجمهوريين بمجلس الشيوخ وإلى فوز الجمهوريين بمجلس النواب بأكثرية هزيلة مكنت المتشددين من الجمهوريين من منع الحزب الجمهوري حتى من الظهور في هذا الفوز القليل هذا الفوز الهزيل في مجلس النواب من الظهور بمظهر القادر على اتخاذ القرار من خلال هذا التعطيل الذي شاهدناه لانتخاب الرئيس. إذن نحن هنا لسنا أمام إذا شئت نجاح ديمقراطي في تقويض البروز الجمهوري. الديمقراطيون حقيقة متفرجون هنا والسعداء بهذا المشهد، ولكنهم ليسوا هم من أوصل الجمهوريين إلى هنا، من أوصل الجمهوريين إلى هذا المشهد مفهوم، ولكن ما وقع قد وقع يا دكتور، وبالتبعية عليهم أن يتحولوا إلى المواجهة، إلى تصحيح الصورة انتظارا لما هو قادم، خاصة أن هناك قراءة ما تتحدث أن تضخيم إعادة إحياء ذكرى مرور عامين على أحداث الكابيتال قد تكون لها ملمح حزبي أكثر منه قومي، هل تتفق مع هذا الطرح؟ هنا لا شك بشكل دائم السياسة أي الأبعاد أبعاد المناكفات السياسية هي أمر حاصل كل يوم، ولكن المواطن الأمريكي ليس غبيا، هو يدرك ذلك. نعم ما جرى قبل عامين هو تجاوز خطير، هناك إن لم يكن إجماع هناك أكثرية كبرى على مستوى الولايات المتحدة ككل تدرك بأن ما جرى لا يجوز أن يتكرر. الحزب الديمقراطي يريد الاستفادة من ذلك، قد يستفيد من ذلك ببعض هذه المشهديات التي نراها، ولكن في المقابل هذه المشهديات شفافة بالنسبة للمواطن الأمريكي وهو يدرك الاستغلال السياسي لها. إذن قد تنعكس على الديمقراطيين، يعني هنا لا نتحدث عن قطيع من المواطنين قال كذا بايدن إذا نحن نؤيد، العكس هو الصحيح، هناك دائما نوع من الريبة على مستوى الناخب الأمريكي من أي سياسي، مهما قال السياسي مهما كان السياسي هناك ريبة من كلامه، وبالتالي فعلى الجميع وهذا ما يفعلون حقيقة أن يمارسوا العملية السياسية بشكل لاسترضاء المواطن ليس لخديعة المواطن. المواطن ليس غبيا كي يخدع، طبعا كأشخاص الأشخاص يخدعون، ولكن أنا أتحدث هنا عن مجموع الناخبين. كما رأينا بايدن وصل إلى الرئاسة ليس حبا لبايدن، بايدن وصل إلى الرئاسة لأن المواطن الأمريكي كمجموعة بالإجمال رأى بأن المغامرات التي يقدم عليها ترامب سوف تؤدي إلى ذلك، ورأينا ذلك مجددا مع ترامب. بالنسبة للجمهوريين هو من أفقد الجمهوريون من أخذ الجمهوريين النجاح في الانتخابات النصفية، واليوم الحزب الجمهوري يواجه معضلة كيف يستطيع أن يتخلص من عبء ترامب كي لا تتكرر هذه المشاهد في الانتخابات المقبلة. دكتور يبقى لي سؤال ولكن الوقت انتهى، سأسأله ونؤجل الإجابة إلى لقاء قادم إن كان في العمر بقية. تتحدث عن هذا الشطط الذي كان يمارس من قبل دونالد ترامب، لكن دون أن تغرز الولايات المتحدة في أو حال الطين العسكرية كما وصف عسكريا، وبالتبعية النبرة الهادئة هي من قادت للحزب الديمقراطي والرئيس جو بايدن هي التي قادت الولايات المتحدة إلى عكس ما كان يحدث. إذن حديث بلا فعل والآن فعل بلا حديث، هذه المقارنة بين الشخصين على الأقل نؤجله لمساحة حوارية أخرى. أنا أشكرك شكرا جزيلا من واشنطن الدكتور حسن منيمنة المحلل والباحث السياسي في معهد الشرق الأوسط في واشنطن. نعود لاستكمال باقي ملفات النشرة، هذا يسر رشدي وهذه إيمان الحوز. شكرا جزيلا لك تامر. الآن مع تطورات الأوضاع في أوكرانيا، Thank you.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن مساعدات عسكرية أمريكية بأكثر من 3,750,000,000 دولار لأوكرانيا والدول المتضررة من الأزمة. وقال بلينكين إن المساعدات العسكرية الأمريكية ستشمل 2,000,000,000 دولار و850,000,000 لتزويد أوكرانيا بمركبات برادلي القتالية وأنظمة مدفعية وناقلات جند مدرعة وصواريخ أرض جو وذخيرة وعناصر أخرى. قال البيت الأبيض إنه كان يراقب ما يدور حول مدينة خرسون في الجنوب خلال الأسابيع الأخيرة. وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جامبيير أن القتال في منطقة دونباس كان شرسا للغاية. في الأسابيع الأخيرة كنا جميعا نركز بشدة على ما كان يدور حول خرسون في الجنوب، لكن القتال في الشرق لا سيما منطقة دونباس كان شرسا بشكل خاص. هناك مؤشرات على أن روسيا ما زالت ترغب في نشر جهودها في دونباس خصوصا حول بخموت. هذا ومنحت وزارة الدفاع الأمريكية عقدا بقيمة 40 مليون دولار لشركة L3 هاريس تكنولوجي لتسليم 14 نظاما مضادا للطائرات المسيرة. وحسب شركة المقاولات الدفاعية فإن أنظمة أسلحة الطائرات بدون طيار مخصصة لتعزيز القوات الأوكرانية، وتضم الأنظمة معدات صاروخية ستسمح للقوات البرية الأوكرانية باستهداف وإسقاط الطائرات المسيرة المعادية. وبموجب العقد ستسلم الشركة 4 وحدات من طراز فامباير بحلول منتصف العام 2023 و10 وحدات أخرى بحلول نهاية العام. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة تستهدف موردي الطائرات الإيرانية المسيرة التي تستخدمها روسيا في عملياتها العسكرية في أوكرانيا. وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانت يلين حسب بيان رسمي إن واشنطن ستواصل استخدام كل أداة لديها لحرمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الأسلحة التي يستخدمها في حربه على أوكرانيا. وأكدت الوزيرة الأمريكية أن القرار شمل 6 من المديرين وأعضاء مجلس إدارة إحدى الشركات المتخصصة في صناعة الطائرات المسيرة. أعلنت ألمانيا أنها تنسق مع الولايات المتحدة الأمريكية لإرسال مركبات قتالية ودفاعات جوية إلى أوكرانيا. وقد بحثت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرشيت مع نظيرها الأمريكي لويد أوستن التنسيق بشأن إرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، وخصوصا فيما يتعلق بالمركبات القتالية وواحدة من منظومات باتريوت للدفاع الصاروخي التي تعهدت برلين بتقديمها. أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستسلم أوكرانيا دبابات مشاة من طراز ماردر خلال الربع الأول من هذا العام. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت إن الأمر يتعلق بتوريد نحو 40 وحدة قتالية، مشيرا إلى أن التدريب المخطط تقديمه للجنود الأوكرانيين في ألمانيا سيستغرق نحو 8 أسابيع. نريد تجهيز كتيبة من مركبات نقل الجندي ماردر. يتعلق الأمر بتوريد حوالي 40 مركبة. يجب أن تكون هذه المركبات 40 جاهزة في الربع الأول حتى يمكن تسليمها إلى أوكرانيا. التدريب المخطط تقديمه للجنود الأوكرانيين في ألمانيا سيستغرق حوالي 8 أسابيع. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا مستمرة باستهداف المواقع المدنية والعسكرية رغم بدء الهدنة. من جانبها قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية شنت 13 ضربة على البنية التحتية في دنيبرو ودونيتسك. رغم إعلان موسكو هدنة مدتها 36 ساعة تواصلت العمليات العسكرية في أوكرانيا،
سكان محليون قالوا إنهم سمعوا دوي قصف من الجانبين الروسي والأوكراني بعد بدء سريان وقف إطلاق النار في باخموت، مع تراجع حدة المعارك فيها مقارنة مع الأيام السابقة. موسكو من جانبها قالت إن أوكرانيا مستمرة باستهداف المواقع المدنية والعسكرية رغم بدء الهدنة، وإن مواقعها تعرضت لهجوم في مناطق لوغانسك ودونتسك وزابوريجيا. على الرغم من التزام الجيش الروسي بوقف إطلاق النار، واصل نظام كييف قصف المناطق السكنية ومواقع القوات الروسية. فعلى محور ليمان أطلق الجيش الأوكراني 4 قذائف هاون على مواقع روسية، كما تم قصف محيط منطقة بيلوهوريفكا في جمهورية لوهانسك الشعبية ب3 قذائف مدفعية. وفي منطقة زابوريجيا أطلقت أوكرانيا 8 قذائف مدفعية عليها. السلطات الموالية لموسكو في دونتسك اتهمت القوات الأوكرانية بأنها قصفت المنطقة مع بدء سريان الهدنة التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. واعتبر حاكم دونتسك الموالي لروسيا دينيس بوشيلين أن الهدنة لا تعني عدم الرد على ما وصفها باستفزازات كييف، لأن المبادرة لوقف إطلاق النار والعمليات الهجومية من الجانب الروسي حسب وصفه لا تهدف لإعطاء الجيش الأوكراني الفرصة لتحسين وضعه العسكري والقتالي على خطوط التماس. رغم الاتهامات المتبادلة، فإن وقف إطلاق النار الذي أعلنته موسكو يعد أول هدنة من نوعها ذات طابع عام على مستوى الجبهات منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، فلم تبرم في السابق سوى اتفاقات محلية من بينها ما تم اتخاذه لإجلاء المدنيين من مصنع أزوفستال في ماريبول جنوب شرقي أوكرانيا في أبريل الماضي. قال نائب ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي إن رفض أوكرانيا لهدنة عيد الميلاد التي أعلنها بوتين يؤكد استعداد سلطات كييف للتضحية بشعبها وبلدها من أجل ما وصفه بأهداف الغرب الجيوسياسية. أضاف بوليانسكي أن موقف كييف من الهدنة يوضح بشكل جلي أن من تقاتلهم موسكو مستعدون لخدمة مصالح الغرب على حساب بلادهم. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الدعم الذي تلقته كييف من أوروبا يعني مزيدا من الحماية للأوكرانيين. وأشار زيلينسكي إلى تلقي بلاده مزيدا من أنظمة الدفاع الجوي والعربات المدرعة والدبابات الحديثة. للمرة الأولى سوف نتلقى مدرعات جنود من طراز برادلي، هذا هو المطلوب، مدافع وقذائف جديدة بما في ذلك المواجهة بدقة، صواريخ جديدة وطائرات دون طيار جديدة، أسلوب قوي في الوقت المناسب، خطوة كبيرة من جانب ألمانيا لتعزيز الأمن ليس فقط لأوكرانيا ولكن لأوروبا بأسرها. إن تعزيز دفاعاتنا الجوية هو خطوة عملية لتخفيف حدة التصعيد هنا والآن. أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن بلاده ستواصل التحدث مع من أسماهم بأعدائها بلغة القوة. ووصف ميدفيديف إرسال فرقاطة الأميرال غورشكوف حاملة صواريخ تسيركون فرط الصوتية إلى قرب شواطئ الناتو بأنها هدية رأس السنة لأعداء موسكو. وأضاف ميدفيديف أن هذه السفينة تمثل أداة ردع لأي خطر أو تهديد مباشر لروسيا وحلفائها. قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا إن بلاده تدخل مرحلة حاسمة في حربها مع روسيا تهدف إلى النصر وضمان سلام دائم لأوروبا على حد وصفه. وأضاف كوليبا أن كييف نجحت في إقناع الحلفاء بتزويدها بأسلحة كانت محظورة عليها العام الماضي، مشيرا إلى أنه سيكون هناك المزيد من الإمدادات العسكرية الأوكرانية في الفترة المقبلة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل.
السعودية تستهل مشوارها في كأس خليج 25 بالفوز على اليمن بهدفين مقابل لا شيء. من جديد أهلا بكم. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الشعب المصري نسيج واحد. جاء ذلك خلال كلمته بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، حيث شدد على فشل أي محاولات للتفرقة بين الشعب المصري. الأديان تتوافق ومش لازم الأديان تتطابق، مش كده؟ فده صحيح. يعني أنا بقول الكلام ده عشان تفضل محبتنا لبعض بدون تمييز، من غير ما أقول أبداً أبداً. ولازم النقطة دي إحنا كلنا كل الشعب المصري يجتهد إنها تبقى متأصلة في نفوسنا وحتى في الأجيال القادمة في أولادنا الصغيرة، إن إحنا نبقى كلنا ده فضل ربنا. لكن عايز اقول لكم ان احنا محتاجين دايما ناكد في كل مناسبه ان احنا واحد. مفيش اي شكل من اشكال التفرقه بيننا، ما ينجحش ابدا. الرئيس المصري أضاف أيضا أن الدولة المصرية حريصة على ألا يتأثر المصريون بتداعيات الأزمة العالمية الراهنة. وأضاف السيسي أن مصر تسير بخطوات جيدة رغم الأزمات العالمية، مناشدا المواطنين بعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة والشائعات. أنا شايف أن الناس، اسمعوا كلامي، الآن الناس في مصر الآن وخايفة. مش هقول إن ده مش مبرر، بس إذا كان كلامي يطمنكم لازم تطمنوا. إحنا ما بنخبيش عليكم حاجة، ولو سمحتوا يا كل الناس يا كل المصريين، أنا ما بقى في كل مناسبة بتكلم وأقول الحكاية عشان تبقوا عارفينها، فما تديش ودنك لحد أقل ما فيه مش مسؤول. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة توفير كل الظروف الملائمة لتنظيم الجولة الثانية لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب. جاء ذلك خلال اجتماعه برئيسة الوزراء نجلاء بودن في قصر قرطاج. وفي السياق نفسه أصدر الرئيس التونسي قرارا بإنهاء مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات وإنهاء مهام والي صفاقس. رجح المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تنظيم الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في 29 من يناير الجاري، وأوضح أن أي إجراء للانتخابات في هذا الموعد مرتبط بالتزام المحكمة الإدارية بإصدار الأحكام في شأن الطعون كافة والمحالة عليها الخميس المقبل. أضاف أن الهيئة ملزمة قانونيا بتنظيم الدور الثاني في ظرف 15 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول. واقتصاديا، تباطأ معدل التضخم في منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي خلال ديسمبر، ما عزز التوقعات بتغيير في السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. وأفادت وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات بأن معدل التضخم بالدول التكتل سجل 9.2% على أساس سنوي في ديسمبر، متراجعا عن مستوى 10%.
حافظ الاقتصاد الأمريكي على وتيرة قوية لنمو الوظائف في ديسمبر الماضي، حيث تراجع معدل البطالة إلى 3.5%. وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 223 ألف وظيفة الشهر الماضي. ورغم ذلك تشير التوقعات إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض في ظل مكافحة الفيدرالي الأمريكي للتضخم قد يؤدي إلى انحسار زخم سوق العمل بحلول منتصف العام الجاري. وفي الرياضة مع بطولة خليج 25. خضراء يلا يلا على طرق ابو جهه الاسماء حاجة الاقدام. استهل المنتخب السعودي مشواره بالفوز على شقيقه اليمني بهدفين دون مقابل في الجولة الأولى من المجموعة الأولى. فعلى ملعب البصرة الدولي تكفل سميحان النابت ومصعب الجوير بهدفي اللقاء في الدقيقتين 18 و34. بذلك حصد الأخضر الرديف الثلاث نقاط الأولى، في حين تلقى المنتخب اليمني خسارته الأولى بالبطولة. كان منتخب العراق صاحب الأرض قد افتتح مشواره بالتعادل مع عمان بدون أهداف في المباراة الافتتاحية. ورغم الفرص التي أتيحت لطرفي اللقاء، إلا أن مهاجمي المنتخبين فشلا في استغلال الفرص التي سنحت لهم. بذلك تقسم الفريقان نقاط المباراة برصيد نقطة لكل منهما بالمجموعة الأولى. النشرة انتهت، يتبقى فقط التذكير بالعناوين. تأجيل التصويت على انتخاب رئيس مجلس النواب رغم إعلان مكارتي حصوله على الأصوات اللازمة. الولايات المتحدة تعلن تقديم 3.7 مليار دولار إضافية لدعم أوكرانيا والدول المتضررة من الأزمة. الرئيس التونسي يؤكد ضرورة توفير الظروف الملائمة لتنظيم الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية. النشرة انتهت، وللمزيد دوما من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز دوت نت. كما يمكنكم متابعتنا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. أيضا يمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على التردد 11.747 فيرتيكال، ويمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة. هنا القاهرة عاصمة الخبر، في أمان الله.